هذه السنة، لما لا أسأل ضيفي الذي ينضم إلي من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك، أود أن أسألك الآن. سمعنا الكثير من التصريحات أنه الولايات المتحدة دخلت فعلا في ركود، آخرها كان كيتي وود المستثمرة المعروفة في أسواق الأسهم العالمية. بالطبع الركود يتم الإحساس به على الأرض قبل أن تصدر الأرقام القانونية. أمريكا الآن تتحدث عن مراجعة والقراءة الأولية للجي دي بي سيناريو الركود. بلا شك الركود هو يعني لا مفر منه من حيث الأرقام والبيانات التي تصدر حتى الآن، ونحن نعلم تماما أنه معظم البيانات التي تصدر هي بيانات متأخرة كما ذكرتي. بالنسبة للجي دي بي فنحن عم نقرأ الكيو 1، وطبعا التعريف الرسمي للركود أنه يكون في عنا 40 متتاليين بانكماش مثل ما تفضلتي. فعمليا نحن عنا مؤشرات سابقة للركود، مستويات التضخم المرتفعة اللي نحن رأيناها واستمراريتها واستدامتها بهذا الشكل هي إذعان مسبق أنه نحن راح ندخل بركود. عملية تشديد رفع أسعار الفائدة والسرعة في عملية رفع أسعار الفائدة تنذر أيضا بأنه نحن أوريدي عم ندخل بركود. التراجع في مبيعات التجزئة اللي نحن شفناه ببيانات اليوم وارتفاع واضح في الاستهلاك مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي أيضا هو إشارة للركود. فعمليا أنت لا تنتظر أن ترى أرقام الركود التي تصدر بعد ربع من انتهاء الربع السنة حتى تتصرف فعليا. فعملية الاختيار الضمني وعملية عملاء إكويتي بشكل عام الاتجاه هو واضح بالنسبة لهم، وهو التحوط إجمالا بشكل كبير من الركود الاقتصادي الذي يحدث. عملية رفع أسعار الفائدة والقوة المفرطة في الدولار الأمريكي أمام معظم نظرائه، التوجه نحو الكوموديتيز والتوجه نحو خزانات القيمة بشكل عام، عم نشوف يعني تسعير مسبق لعملية قلق أو ذعر أو بانيك ممكن يحدث في سوق الأسهم واضحة جدا، وعملية الارتفاعات محدودة، ولما يكون في عندنا الهبوط عم بيكون هبوط حاد وتسارع المستثمرين لركوب موجة الهبوط وتقليل المراكز الشرائية بشكل عام. هذه هو العلامات المبدئية أنه نحن مقبلين إلى ريسيشن. رائد، النصف الأول من هذه السنة لم يكن جيدا بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية، ناسداك دخل في حالة سوق هابطة، وتراجعات على الداو الأس أن بي فوق 10% تقترب من 20%. توقعاتكم في إكويتي جروب للنصف الثاني؟ يعني للأسف الشديد على الرغم من كل التراجعات التي حدثت لم تحدث بشكل دراماتيكي، يعني لم تحدث بشكل انهيارات، هذا يعني على الرغم من حدوثها، لكن هذا يتيح المجال أنه في عندي إمكانية الكراش ممكن تحدث في أي لحظة في عملية ريبالانس أو عملية إعادة توازن للمحافظ الاستثمارية بشكل واضح. رأيناها الأسبوع الماضي تحدث مرة أخرى، ممكن أنه تشكل عنا موجة هابطة تمتد حتى الربع الأخير من هذا العام. بالتالي داو جونز أنه نشوفه عند 27-26 ألف، هذا أمر وارد جداً خلال النصف الثاني من هذا العام. حقيقة يعني هي سلبية توقعات للنصف الثاني، ولكن هذا واقع ارتفاع تكلفة الاقتراض، تخفيف الاقتراض حول العالم سوف تكون نتائجه بشكل مباشر على الأعمال التجارية بالاتجاه الهابط. قوة نراها في الدولار اليوم وهذا ينعكس سلبا على باقي العملات الرئيسية، هل لازلتم ترون أبسايد على الدولار إندكس؟ حقيقة الدولار الأمريكي يعني مر بفترة مؤخرا بين أنه في عنا عملية يعني عملية استقرار أو تحرك في نطاق ضيق وطفيف بالأسبوعين الماضيات، ولكن بالإجمال هو لا يزال مستقر قويا أمام معظم نظرائه، وبالتالي عملية رفع أكثر وأكبر
بأسعار الفائدة سوف تتفجر مزيد من الارتفاعات على الدولار الأمريكي، ولكن لا ننسى أنه في عندي بنفس الوقت مزيد من الارتفاعات على الدولار الأمريكي، هي ليست بعامل إيجابي أو جيد للاقتصاد الأمريكي، وسوف يكون العمل على يعني تخفيف الإقراض لليلة واحدة، ممكن نشوف عمليات أخرى يقوم بها البنوك المركزية للحد من قوة الدولار الأمريكي على المدى القصير. فبالتالي يعني بشكل غير مباشر نحن نتحدث أنه الدولار الأمريكي هو أصلا مستقر عند مستويات مرتفعة، وبقاؤه عند هذه النقطة أعتقد هو نتيجة طبيعية. حتى الآن مزيد من اليورو في تراجعه، مزيد من التراجع المتوقع على الجنيه الاسترليني، أكثر من أنه يكون في عنا يعني أي اتجاهات سلبية على الدولار. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.